انا مبسوطه لان انا يا جماعه قبل الهوا فضلت اتكلم مع استاذ مصطفى، يعني الدكتور قال لي هو هيبدع لان هو فرحان جدا ان هو وصل لوزن معايا. طيب نبتدي الاول معاك يا دكتور، حاله مصطفى كانت من الحالات العاديه ولا انت ممكن تقول الناس كلها اللي انتم ممكن تبقوا زي مصطفى؟ بصي يعني الحمد لله الحمد لله منظومه دايت اونلاين دلوقتي بتقول انت هتخس يعني هتخس، ما بقاش في حاجه اسمها حاله عاديه وحاله مش عاديه، احنا اتعاملنا مع كل الحالات على كافه المستويات، زي ما قلنا دايما بنشتغل مع من الاطفال لغايه الكبار، وبنشوف مصطفى كمان النهارده حبه للاكل كان عامل ازاي، لان احنا دايما المشكله اللي بنتكلم فيها او اللي بتظهر يقول لك هتحرم هجوع، لا خلاص احنا نهينا القصه دي خالص، احنا شغالين منظومه متكامله، منظومه قويه جدا متجربه بنتائج، يعني الاول كنا بنقول تقارير او بنقول بيفور وافتر صور، لا احنا بنتكلم في حالات دلوقتي موجوده، وان شاء الله هنعرض كمان حالات تانية وفي ناس تانية كتير هتيجي وتتكلم وتشرح تجربتها حصل فيها ايه. طب احنا في اللي معانا دلوقتي هو مش لسه هنشوف حد يشرح، هو هيشرح. استاذ مصطفى قول لي انت كان وزنك قد ايه وايه اللي خلاك عايز تخس وازاي قررت ان انت تخس عن طريق دايت اونلاين؟ انا كان وزني 140 وكنت بحس باجهاد في حاجات كتير جدا، حركه كل حاجه في الدنيا كانت بالنسبه لي شيء مش مريح، حتى لبس ما كنتش بعرف اشتري لبس، ما كنتش بعرف اعمل اي حاجه، كانت معطله لي حياتي في حاجات كتير جدا. حلو. فكنت قاعد على الفيس فلقيت اعلان ليهم، فدخلت اتواصلت عادي كالمعتاد هتواصل ومش هوصل لحاجه، مش هخس برضه، انا كنت الطبيعي بتاعي ان انا ازيد ما اقلش. اوكي. بس فكلمت الفريق بتاعهم والناس تواصلت معايا وتاني يوم بعتوا لي الادويه. طب لما ردوا عليك يعني كانت ايه الاسئله؟ وزنك قد ايه؟ حسيت ان انت فعلا الناس دي جد والناس دي ده دكتور بيرد عليك يعني؟ بيرد عليا، بس انا الحاجات دي جربتها قبل كده ومفيش اي نتيجه. اوكي. فكلمتهم اتواصلوا قالوا لي السن والوزن وكل حاجه، بعد كده بعتوا لي الادويه بعدها بيوم، بعد كده بداوا كل اسبوع يتواصلوا معايا ولو في اي وقت حبيت اتصل استفسر عن اي حاجه، لخبطت في اكل لخبطت، فكانوا معايا يعني على طول، في اي وقت بتصل بيهم بلاقيهم موجودين.